تحياتي مرة تانية. اليوم حنتعلم حناخد البيزك سويتش كونفيجريشن يلي هو عنصر أساسي باللوكال أريا نتورك لان. فلما نحكي نحن لان، لما نحكي لان لوكال أريا نتورك يعني عم نحكي أي ديفايس هنشتغل على السويتش ديفايس. أوكي، هلا بالباكت تريسر كيف نعمل انسرت للسويتش ديفايس؟ هنروح على devices، هنختار السويتش. let's say بدنا نختار الموديل 2960، نعمل له drag and drop على ال virtual lab اللي عندي اياه على الباكت تريسر. اوكي، اهم شيء نعرف شكل هالسويتش من شو مؤلف. اذا فتنا على السويتش هنشوف فيزيكلي من ورا، اذا نعمل زوم ان هنشوف والله هيدي السويتش فيها let's say 24 بورت، فيها 24 بورت اللي هن فاس ايثرنت بلس عندها 2 جيجا ايثرنت بورت، يعني عندي 24 بورت الستاندرد تعولهم فاس ايثرنت وعندي 2 جيجا ايثرنت بورت. هلا الفاس شو الفرق بيناتهم؟ طبعا الفاست ايثرنت يعني سبيد 100 ميجا، ولما احكي جيجا ايثرنت يعني سبيد 1 جيجا، يلي هي بتساوي قد ايه؟ 1024 ميجا. يعني هدول اتنين بورت اسرع من هول 24 بورت، بس حتى نعرف كيف شكل السويتش من ورا وشو السبيسيفيكيشن. طبعا فيزيكلي نقدر نشوفهم، وإذا فتنا على قلب السويتش من خلال configuration كمان نقدر نشوف كم بورت بقلبه. هلا أول شيء لازم نتعلمه كيف بنعمل configuration للسويتش أو شو البيزك configuration اللي ممكن نعملها على السويتش. طبعا you need for computer and device، ممكن تجيب أنت PC أو ممكن تستخدم لابتوب حسب انت شو معك ديفايس قريب على هالسويتش. طيب تو كونفيجر هالسويتش بدنا كيبل، بدنا نعمل كيبل من البي سي على السويتش. كم نوع كيبل فيه يوصل من السويتش من البي سي على السويتش؟ هروح على الكونكشن. صراحة فيك توصل تو تايب اوف كيبلز، فينا نوصل باي نتورك، يعني فينا ناخد straight ونوصل من الفاست ايثرنت let's say 0 على نختار حيلا بورت من الايثرنت بورت على السويتش let's say هختار مثلا 18. فهيك بكون وصلت من خلال الايثرنت من خلال الفاست ايثرنت بين هذا البي سي وهذا الكيبل. نوع الكونكشن الثاني اللي ممكن نستخدمه بين البي سي والسويتش، طبعا تو كونفيجر السويتش اول ما نجيبها او اول ما نشتغل عليها بدنا كونسول كيبل. فاجي وصل من البي سي، طبعا الكونسول كيبل اللي من بين البي سي حنوصله سيريال الستاندرد RS232، ومن ميله السويتش حنوصله من خلال الكونسول بورت. فالكونسول بورت هو to manage and configure switch، منوصل نحن على هذا البورت. هذه أول step. أول step إنه نحط الكونكشن بينه وبين switch. تاني step to configure a switch we need for software application. A software application بتكون موجودة بقلب الكمبيوتر. هنفوت على قلب الكمبيوتر اللي هو PC. طبعا هنروح على الديسكتوب. هالسوفتوير ابلكيشن هنستخدمها اسمها هايبر تيرمينال، اذا كنا عم نحكي ويندوز 10 مايكروسوفت ويندوز، اذا عم نحكي من الباك تريسر هون اسمها تيرمينال. تيرمينال لحتى نقدر نفتح شيل بيننا وبين هالسويتش. وانس نكبس تيرمينال حيطلع لي بورت كونفيجريشن. البورت كونفيجريشن يعني شو الكونفيجريشن لل البورت بيني وبين هذا البورت.
فهدول البارامترز لازم نعرف نحطهم لحتى يقدروا يعملوا هدول كوميونيكيت مع بعض، يقدر يبعت داتا من هذا البورت لهذا البورت. فباي ديفولت حيكونوا هول بارامتر على الشكل التالي. لازم نحط البيت بير سكند حيكون، او البود ريت بنسميه 9600، الداتا ريت لازم يكون 8، الباريتي نان، والستوب بيت 1، والفلو كنترول لازم تكون نان. فهيدول البارامتر وانس انت عملت كونفيجريشن لانه على هذا الشكل وقلت اوكي، فحنلاحظ تقريبا من خلال التيرمينال صرت انا انسايد السويتش، صار في اعمل كونفيجريشن لهالسويتش ديفايس. هلا لحتى نعمل كونفيجريشن للسويتش ديفايس مثل الراوتر، مثل ما اخذنا قبل بالفيديوهات القدام على الراوتر، في عندي 3 ليفل. في عندي اول ليفل يلي هي اليوزر اكزيت مود، يلي هي بتبلش ب greater than. لما اروح على الليفل 2 يلي بصير في حدا هاشتاج، هيدي اسمها privilege exit mode. ولما نطلع على ثالث ليفل يلي هي global configuration mode، طبعا اذا عم نحكي انا هون switch اسم الديفايس، هون كمان حنشوف switch مع علامة الهاشتاج، هيدي الليفل 2. على الليفل 3 هتلاحظ في عندك switch اللي هي global configuration mode، هتشوف هون في config مع hashtag. اوكي، فهدول levels of configuration inside the switch تقريبا مثل الراوتر. طيب اول step لازم نعرف بالbasic configuration، هعطيكم نيوهن directly. هلا let's say انا هيدي switch ممكن تكون قديمة مانا جديدة، فلازم نروح نعمل enable ونتأكد شو في عليها configuration. كيف بتأكد شو في عليها configuration؟ بعمل show running dash config. لما نعمل show running dash config هذا الكمان بيعطيني show running configuration على هذا switch. الهوست نيم اسمه switch، بتطلع كم فاس ايثرنت عندي 1 2، بكبس space كرمال المور هيعطيني الفاس ايثرنت الباقيين، هيعطيني الفاس. بلاحظ من هون في اعرف كم فاس ايثرنت بورت على هيدي السويتش، بلس عندي 2 جيجا ايثرنت. بيجي لهون الكونسول بعده ما معرف، يعني ما معمول له عليه كونفيجريشن، ولا ال VTY ما معمول كونفيجريشن، يعني بعدها هيدي السويتش جديده ما عليها شيء. اوكي، في عندنا كمان شيء اسمه show startup dash config، هذه الconfiguration هي من سيفها. once انت عملت load او boot او reload او reboot لهذه switch، شو الconfiguration اللي هيخدها؟ هلاقيها بالstartup. لاحظ انا هون startup is not present، يعني بعد ما انك مسيف شيء انت على هذه switch، يعني هذه switch بعدها هلا جديدة واذا بدك ما في عليها configuration بالمرة. فهيك بتأكد أنا شو في على configuration before I start ال basic configuration المطلوبة مني. هروح هلا على ال basic configuration. فأول step إنه قلنا بال basic configuration إنه نعطي اسم لهذه switch، بدل كلمة switch هعطيها name تاني. كيف بعطيها name تاني؟ هروح configure terminal، هقول host name let's say حنسميها S1. حنلاحظ directly اسم switch حيتغير حيصير S1. هيدي اول step. step number 2، بعد ما نعمل host name حنعمل configuration للكونسول لهذا البورت اللي هون، حنحط عليه password كرمال مش حيلا حدا يقدر to access هيدي switch. فكيف بنحط password على الكونسول؟ حنقول line console 0، ساعتها انت صرت بقلب اللاين. هلا بنقول له باسورد، مثلا حنقول باسورد
سيسكو وانت يطلب مني هاي الباسورد لما انا اعمل لوج ان. اوكي يعني هون انا بكون عم بعمل اكسس على هيدي السويتش فيزيكلي كونكتد عليها دايركتلي انا. يعني let's say هرجع لورا هبعمل exit هرجع على level 1 اول ما فوت على هالسويتش بدي اكسس عليها على level 1 هيطلب مني هاي الباسورد يلي حطيتها على الكونسول يلي هي سيسكو. اوكي هيدي physically انا connected على هيدي الديفايس من خلال الكونسول كيبل. طيب هل في اكسس انا هيدي الديفايس ريموتلي يعني عن بعد ما ضروري يكون موجود حدا؟ طبعا لا انا اكسس هيدي الديفايس ريموتلي لازم اعرف من خلال النتورك يعني لازم اعرف شيء اسمه فيرتشوال تيرمينال. فكيف بعمل كونفيجريشن للفيرتشوال تيرمينال يلي هي عن طريق التلنت؟ يعني هقول لاين VTY 0 space 15 على سويتش بنعرفها بهذا الشكل. هنقول باسورد وحنعطي باسورد للفيرتشوال تيرمينال let's say مثلا كرمال نعرف انه هاي لشو هحط لكم اياها تلنت. اوكي وكمان يطلب مني هالباسورد على اللوج ان. فهي دول اهم بيزك كونفيجريشن لازم تعمله. بضل عندنا اذا حابب تحط باسورد من ليفل 1 لليفل 2 يعني من هون لهون. اوكي يعني على الانيبل. فكيف حط باسورد على الانيبل؟ هنعمل اكزيت من الكونسول من لاين سوري هنقول انيبل سيكريت وبنحط الباسورد بين level 1 and level 2. Let's say مثلا هنقول class هي الباسورد لأطلع على level 2. اوكي هلا لحتى نتأكد شو عملنا configuration هنحط control Z بياخدك على level 2 بنقول show running dash config بيعطينا شو عامل configuration اللي أنا هلا already غيرتهم. الهوست نيم صارت S1 الباسورد لإنيبل سيكريت بما أنه مشفرة ما حتبين عندنا هون يلي هي حطيناها كلاس. وإذا رحنا على اللاين VTY واللاين كونسول حيقلي الباسورد سيسكو واللاين VTY الباسورد تلنت. مبدئيا أنا عملت كونفيجريشن لهيدولي البارامترز اللي أول شيء لازم نعملهم بالبيزك كونفيجريشن. هلا next step. طب انا عملت line VTY على هيدي السويتش لحتى اقدر اعمل connect على ريموتلي. طب كيف بدي اعمل اقدر اعمل connect على ريموتلي لهيدي السويتش؟ شو الادرس تاعولها؟ انا بعرف انه هيدي السويتش بالاوزي لاير انه هي layer 2 device كاوزي لاير مش مثل الراوتر هو layer 3 device يعني بيشتغل على network layer يعني بيقدر يتعامل بالاي بي ادرس. اما layer السويتش باي ديفولت هي layer 2 device يعني ماكسيموم بيقدر يتعامل مع الماك ادرس يلي هي على داتا لينك لاير. طيب كيف بدي اعمل اكسس على ريموتلي؟ ما انا لاعمل اكسس على ريموتلي لازم اعطيه اي بي والاي بي هو layer 3 device. فهون انت بتضطر تعمل شيء اسمه virtual LAN على هيدا على السويتش لحتى تقدر to manage هيدا الديفايس ريموتلي. فكيف بنعمل virtual LAN؟ اوكي خلينا نرجع نفوت عليها لنتعلم كيف بنعمل virtual LAN على هالديفايسز. هنعمل اوكي هنرجع نفوت من خلال الكونسول على السويتش. هنرجع نتأكد بس بال show running dash config. اوكي نتأكد من الكونفيجريشن كلها صح تمام. مثل ما قلت لكم to manage هيدي السويتش لازم اعمل شيء اسمه virtual LAN حتى اعطي IP virtual اخترع virtual interface ما
باي ديفولت كل سويتش عنده VLAN او virtual LAN اللي هو 1. هلا بينصحونا انه ما نستخدم هال virtual LAN للمانجمنت لانه بصير ايزي للهاكر تو جس انه انت عم تستخدم هال VLAN فور مانجمنت، فانت استخدم وحده غيرها، تجنب استخدام هذه الفيلان. فحتى نستخدم وحده غيرها لازم تعمل كرييت لفيلان تاني، فيلان جديده. كيف بنعمل كرييت لفيلان جديده؟ طبعا هنطلع ليفل 3، ليت سي حنسمي الفيلان الجديده 99. اوكي حتلاحظ صار عندي فيلان جديده اسمها 99. تمام، هالفيلان جديد اللي اسمه الـ 99 فينا نتأكد منه. هنعمل exit control z حتى بالrunning dash config فينا نتأكد منه انه created. تمام، اوكي خلينا لحتى يبين معنا لازم نخلق انترفيس لها كمان. فحنطلع نعمل configure terminal، حنقول بما انه صار عندي VLAN جديدة حول interface VLAN، كمان حنسمي الانترفيس بنفس اسم الفيلان اللي عملنا لها create let's say 99. بما انه هيدي virtual كمان هيدا حيكون virtual، هتلاحظ عمل create قال لي change state to up، عمل create لهذا الانترفيس. هلا انا حعرف النتورك بين السويتش والبي سي، حناخذ نتورك خليني احط نوت فيها هون. حناخذ النتورك هي 172.17.99.0/24. فهذه النتورك اللي حنستخدمها. اوكي طيب طالما عرفت انترفيس للمانجمنت على الفيلان لازم اعطيها اي بي. كيف بعطي اي بي لهذا الانترفيس؟ حول اي بي ادرس 172.17.99 let's say حاعطي اي بي لسويتش.11 ونعطيها سبنت ماسك اللي هو لانه سلاش 24 حتكون 255.255.0. اوكي بما انه انا على السويتش على الكونفيجريشن هون طالما حطينا اي بي، هلا طبعا اذا جيت عملت نو شت داون مثل ما كنا نعرف قبل هو اوريدي اب فما لنا مشكل. والسويتش مثل البي سي عنده اي بي صار وعندها سبنت ماسك وفيها نعطيها ديفولت جيت واي كمان مثل ما بنعطي للكمبيوتر. كيف بعطي ديفولت جيت واي للبي سي؟ هقول هاطلع على الليفل 3 هون هقول اي بي ديفولت داش جيت واي. عادة بيكون الجيت واي هو اول اي بي بالسبنت اللي انا عم اشتغل فيه let's say .1. هيك بنعطي ديفولت جيت واي للسويتش. اوكي هلا بدي احدد مين الانترفيس، مين الانترفيس او مين الفاست ايثرنت هون يلي هو حيكون بيلونج للمانجمنت فيلان يلي انا اخترعت مثل كرييت خلقتها يلي هي فيلان 99. let's say انا بدي اقول البورت يلي انا connected هيدا البي سي معه حاعمله VLAN 99. انا قدي رقمه هيدا البورت، هيدا البورت مفروض يكون رقمه I guess 18. ارجع حطه مرة تاني 18. اوكي فهيدا البورت حاعمله للمانجمنت يعني هيدا للادمنستريتر للنتورك ادمنستريتر. فكيف بسقطه بالVLAN 99؟ هقول interface fast ethernet 0/18 هقول له انت هتكون switch port
switchboard access VLAN 99. هيك بكون أنا الادمنستريتر حددت له إنه هذا البورت بس تقدر تشتغل عليه to manage switch من خلال النتورك. أوكي؟ هلا فينا نعمل verification. فينا نعمل verification أو show لهالإنترفيس إنترفيس VLAN 99. بيعطينا information عن هذا البورت إنه هو VLAN 99 up Dell IP 11/24. حتى بيعطينا الباندويث والMTU والديلي. أوكي. هلا حنروح نعرف IP على هالPC اللي هو connected. هنسكر هون. هنيجي على الPC. هنعطيه IP. طالما هيدا الPC belong لهيدي النتورك اللي هي 172.17.99.0، فهعطيه IP بنفس النتورك 17.99. بس ننتبه ما نعطيه IP هو ذاته تعول السويتش. let's say هنعطيه 21، والسبنت ماسك slash 24 هيكون 255.255.0، والجيتوي هيكون same gateway يلي عطيناه، ما في عنا غلطة. هذه حتكون 17. تمام. فهيك عطينا اي بي للسويتش للبي سي سوري. سو هلا صار قادر هذا البي سي يعمل كومينيكيت مع سويتش من خلال النتورك. صار فينا نحن نشيل هذا الكيبل يلي هو كونسول كيبل. فيك تشيله. let's say انا هيدي السويتش منا دايركت لحدي، ممكن تكون بسكند فلور مثلا بمحل بعيد، وانا قاعد بالمكتب هون وبدي اعمل كومينيكيت مع السويتش من خلال هالكيبل اللي هو نتور. اول ستيب لازم تعملها، لازم تفوت على السي ام دي وتعمل تيست للكونكشن بينك وبينه. هتعمل بينج وتقول 172.17.99 اي بي تي سويتش هي .11. حنعمل تيست للبينج بيني وبينها. راح تلاحظوا صار في عندي كونكشن بيني وبينها سويتش. انا قادر ريموتلي تو اكسس هاي السويتش. قلت لكم بستخدم ال VTY كونكشن اللي هي تعتمد على التلنت. فهقول تلنت 172.17.99 IP السويتش. مجرد ما اعمل انتر هيطلب مني باسورد. هالباسورد هو باسورد يلي حطيناه على اللاين في تي واي يلي هو اذا مذكرين حطينا تلنت. سو انا ريموتلي قدرت اعمل اكسس من البي سي على السويتش. اوكي، من خلال السيرفيس اللي اسمها تلنت. واضح. هلا حنشوف شويه information على switch بما انه هي layer 2 device. بما انه هي layer 2 device حتتعامل مع الماك ادرس. اي بي سي connected على port عليها حيسيف الماك ادرس تاعها ويحطها بقلب table موجود بقلب السويتش اسمه ماك ادرس table. خلينا نشوف هالماك ادرس table. بما انه انا ريموتلي عم فوت، صار في فوت تلنت يا شباب، هي يعني اوريدي انا كونكتد عليها. حنعمل انيبل، كمان عاملين باسورد للانيبل سميناه كلاس. اوكي، الكومنت لحتى تو تشيك الماك ادرس تيبل هو شو ماك داش ادرس داش تيبل. هنلاحظ قال لي عندك MAC address 00A. بتلاحظوا هيك زي decimal representation تاعيتها. قال لي dynamic، تعلموا dynamic لحاله لأنه ما أنا ما دخلته
static يعني بإيدي على أي port هذا connected على 0/18. أوكي هذه بقلب switch فتت على الماك address table أعطاني مين هني الماك address ال connected على البورتات يلا لا هلا فيك تتأكد إنه هل هيدا الماك address هو ذاته موجود على هيدا البي سي؟ طبعا فينا نتأكد. هسكر هيدي هفوت CMD أو خلينا نطلع من السويتش أعمل exit. أوكي طلعنا من التلنت. هلا أنا inside البي سي inside التيرمينال تاعت البي سي. فيك تتأكد فينا نحط IP config slash all بيعطينا كل شيء له علاقة بالاي بي configuration. بيعطيك الاي بي ادرس قدي السبنت ماسك قدي وقدي الديفول gateway. هلا الماك ادرس لهذا السويتش كيف بعرفه من خلال الفيزيكال ادرس. قال لي الفيزيكال ادرس 00A F304 0160. مفروض هيدا هو ذاته يكون بالماك ادرس بقلب الماك ادرس تيبل بقلب السويتش مثل ما هلا من شوي شفناه. هنرجع نفوت على السويتش نتاكد. هنحط الباسورد تلنت انيبل كلاس. هنعمل شو ماك داش ادرس تيبل. هنلاحظ هو ذاته هيدا الماك ادرس اللي شفناه على الكمبيوتر. حتى لو انت وصلت كمبيوتر تاني على بورت تاني بعد شوي هتلاحظ الماك ادرس تاع هيدا الكمبيوتر تاني موجود بقلب هيدا التيبل. اوكي هلا هذا التيبل طبعا فيك انت اذا بدك تعمل له كلير فيك تعمل طبعا من خلال كلير ماك ادرس تيبل. خلينا نتاكد كلير ماك داش ادرس تيبل. فمجرد ما عملت كلير ماك ادرس تيبل مفروض will be deleted. بس انا بما انه عندي connection established بين هذا البي سي وهذا السويتش حيضلوا شايف هذا البي سي بقلب الماك ادرس تيبل. اذا جينا عملنا connection تاني من هذا اللابتوب كونسول على هذا السويتش. اوكي خلينا نسكر التيرمينال هون. خلينا نعمل exit. سكر connection مع السويتش. حنفوت من خلال اللابتوب. حنفوت كونسول. اوكي وهلا منشوف شو ماك داش ادرس تيبل. اوكي هيدا الماك تعول الكمبيوتر الفوقاني. اوكي فهلا حنعمل كلير اوكي ماك داش ادرس تيبل. وفينا اذا بدنا نحدد له يعني فينا نقول له مثلا محيلي كل شيء دايناميك. اوكي مفروض يكون بهالطريقه محلنا الدايناميك ماك ادرس تيبل. هنلاحظ التيبل صار امتي ما بقى فيه ولا ماك ادرس. وانس هيدا يجي يعمل كومينيكيت على هيدا السويتش هيرجع يعبي هالماك ادرس انسايد هيدا السويتش انسايد هالماك ادرس تيبل. اوكي فكتير مهم الماك ادرس تيبل نحنا نشوف شو في بقلبه ومنعرف مين هن الديفايسز يلي كونكتد من خلالها سويتش او عملوا كوميونيكيشن من خلالها. تمام هلا اخر ايديا حناخدها اللي هي انك كيف تعمل بورت سيكوريتي على هالبورت على بقلب هالسويتش. ليتس سي انا هون هيدا السويتش هذا البورت يلي رقمه 18 انا بس هيدا البي سي يلي قادر يعمل كوميونيكيت بس هيدا البي سي. أخلي بس هذا البي سي. إذا إجا شي بي سي تاني حبي عمل بلاغ
لايور كيبل محل هذا بالبورت يلي هذا مستخدم هون ما حخليه، هعمل سيكيورتي، هعمله بلوك. فكيف بعمل بورت سيكيورتي على البورت يلي رقمه 18؟ يلا هنشوف كيف بنعمل. طبعا فيك تعمل من خلال الادمن، let's say في التيرمينال، هاجي كونفيجر تيرمينال، هروح على البورت يلي رقمه 0/18 يلي كونكتد هذا البي سي عليه. شو الخطوات لعمل بورت سيكوريتي؟ هنستخدم كوماند اسمه سويتش بورت. اول شغله هنعمل الموت على هذا البورت اكسس، برجع بعمل enable للبورت سيكوريتي على هذا البورت، بعمل سويتش بورت بورت سيكوريتي. هذه تاني ستيب. ستيب نمبر 3، بدي احدد انا هذا البورت كم ماك ادرس انت قادر تعمل هولد، يعني كم كمبيوتر بيقدر to plug inside هذا البورت. فيك تتحدد كمبيوتر واحد او اثنين او قد ما بدك. فكيف بعملها هذه الكونفيجريشن؟ بقول سويتش بورت، كمان بورت سيكوريتي، هقول له ماكسيموم ماك ادرس انا هعمل بلاجينج انسايد هذا البورت هو 1، ممنوع اكثر من واحد. اوكي، طب مين هو هذا اللي بدك تسمح له؟ لازم تقول له مين، لازم تعطيه الماك ادرس. سايت فينا نعطيه الماك ادرس مانيوال بايدنا، او فينا نستخدم طريقه كثير حلوه اللي هي نقول له بورت سيكوريتي الماك ادرس، هقول له ستيكي. ستيكي شو معناته ستيكي؟ يعني اول كمبيوتر بيعمل كونكت على هذا البورت بياخذ الماك ادرس تبعه وبيسقطه بالبورت سيكوريتي. يعني بس مجرد اول كمبيوتر يعمل بلاج هوم حيكون هو الانيبل ديفايس على هذا البورت. اوكي، طب سبوز مثلا جبت انا كمبيوتر تاني، مثلا اجى كمبيوتر تاني شال الكيبل، عمل ريموف للكيبل من هون ووصل كيبل هو انسايد هذا البورت. ليتس سي هيدا يوزر ممنوع يعمل بلاج هون، شو لازم تعمل؟ فلازم على سويتش تعمل فايوليشن. كيف بعمل فايوليشن على سويتش بورت بورت سيكوريتي؟ هنعمل فايوليشن ان كيس حدا تاني عمل بلاج على هذا البورت، شو بدك تعمل؟ شو الاكشن لازم تعمله؟ فينا هات لنعمل هيلب، هورجيكم شو الاكشن. فينا نعمل بروتكت، فينا نعمل ريستريكت، فينا نعمل شات داون. يعني فينا نطفي البورت او فينا نعمل ريستريكشن لهذا البورت انه ممنوع خليه يعمل كوميونيكيت. هلا الفرق او بروتكشن اثنيناتهم تقريبا نفس الشيء، بيضلوا البورت اب بس وحده بتمنعك وبتعطيك نوتيفيكيشن، وحده بتمنعك وما بتعطيك نوتيفيكيشن. اما الشات داون وانس انت حاولت تعمل كوميونيكيت من خلال هذا البورت بيطفي البورت، هيك كانك انت عم تحمي اللان من اذا كان في عندي حيلا هاكر او شيء. فاختار الفيوليشن شات داون انه يعمل شاتينج داون للبورت. هلا اوريدي البورت هو انيبل. اوكي، هلا يو كان اكزامن او فيريفاي اذا عامل انت بورت سيكيورتي من خلال الشو كوماند. هنشوف شو فينا نستخدم شو كوماند. فينا نقول شو port-security بيعطيك بيقول لك انت already عامل port security على هذا البورت، maximum address count 1 مثل ما حددنا، in case صار في عندك violation اعمل shut down للبورت. تمام، فاول step شو هنعمل؟ هنعمل ping من هذا الديفايس على السويتش just to learn الماك ادرس تعوله. ping على سويتش يعني 172.17.11 او .99 sorry .11. فهلا في عندي pinging، مفروض انا once عملت ping يصير هيدا البورت related لهيدا البي سي. اوكي،
اتفقنا. اذا جيت انا شلت الكيبل تعول هذا الشخص من هون وجيت وصلت هذا البي سي الثاني على نفس البورت، شو حيصير في عندي؟ اول شيء خلينا نعطي اي بي لهذا الكمبيوتر. جينا اعطينا اي بي 17 99 22 مثلا، حط حاله على نفس اللان وجينا عملنا 172 نفس الجيت واي. اجا هيدا لنقول عمل كونكشن على نفس البورت يلي هو 018، اوكي، انه حط حاله هيدا فيك يوزر انه هو نتورك ادمنستريتور بده يفوت يعمل مانج لهيدا الديفايس او يعمل كوميونيكيت بطريقه ما، اوكي. طيب حنجرب هلا نفوت نعمل كوميونيكيت. حنروح سي ام دي، ليتس سي هيدا اليوزر بده يعمل بينج على الفيلان 99 يلي هي 99.11، هي اي بي سويتش. اول ما عمل بينج كوميونيكيت شو صار بالبورت؟ عمل شت داون دايركتلي. فهون انت بتكون عملت سيكيورتي على البورتات انسايد السويتش، وفيك تنقي اي بورت اللي بدك اياه تعمل عليه بورت سيكيورتي، اوكي. فهيدا مبدئيا كيف بنعمل بيزك كونفيجريشن على السويتش، كيف بنعمل تلنت على سويتش ريموتلي، وكيف بنعمل بورت سيكوريتي على سويتش. يعني اول يعني بداية لازم نعرف كل شيء بيفور نروح على الادفانس كونفيجريشن لهالكورس اللي هو لان.